بإنتاون اليوم معنا سيدة رانيا نجيم مديرة Center for Learning and Development بالAUST. أهلا وسهلا فيكي. معنا كمان سيد وليد سمعان مسؤول عن البروغرام داتا ساينس والبيك داتا بالAUST ومؤسس ومدير ماتريكس TRC. كمان رح نحكي عن التعاون بين الAUST وبين الماتريكس. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي. بالأول مدام نجيم، الAUST بالتحديد أنتو كليرنينج سنتر شو بتعملوا؟ نحن بعد سنين من البروغرامات الجامعية اليوم صرنا بمرحلة عم نبلش نقدم الكونتينيوينج إديوكيشن، اللي هو بس الأشخاص بيتخرجوا هني عطول بحاجة ياخدوا شهادات، ياخدوا كمان خبرات تطبيقية، عايزينا كل يوم بالشغل حتى يصير البرفورمنس تبعيتهم أحسن. عم نقدر نقدم لهم إياها نحن من خلال هيدا السنتر. بهيدا السنتر نحن منقدم بوست جراديويت دبلوما، اليوم رح نحكي عن الداتا ساينس بالتعاون مع ماتريكس تي ار سي، بس عندنا كمان برامج رسم، عندنا برامج انجليزي، عندنا برامج تطوير بالكمبيوتر، عندنا برامج بتفيد كل الاشخاص على عده مستويات، بيقدروا بياخذوها قبل الظهر وبعد الظهر، للكبار للشباب، كل البرامج اللي هي تسقيفيه تدريبيه للشركات وللافراد. يعني مين الاشخاص يلي بيقدروا فاذا يستفيدوا من هالسنتر؟ ان اشخاص عندهم شهادات جامعيه وبدهم يطوروا شهاداتهم، او عندهم خبرات بدهم يطوروا خبراتهم. نعم، الموظفين بالشركات بيقدروا الشركات يتوجهوا لعنا وياخذوا وركشوبس تدريبيه على سوفت سكيلز، على تكنيكال سكيلز. عندنا تلاميذ المدارس وتلاميذ الجامعات البقية بيقدروا يجوا لعنا مشان يطوروا اللغات، يطوروا البرمجة تبعيتهم، الكمبيوتر سكيلز تبعيتهم. عندنا الأفراد بالمجتمع، الأدالتس مع الكبار بالسن، بحبوا ياخدوا كورسات تشيس، بحبوا ياخدوا سكرابل، بحبوا ياخدوا إنجليزي، بحبوا ياخدوا هيستوري، رسم، سكالبتشر. عندنا كل أنواع الكورسات اللي هي عم تنعطى. سيد وليد سمعان، حضرتك المسؤول عن هالبروغرام، البروغرام البيج داتا وداتا ساينس، يعني شو وشو بتقدم له؟ هلا هذا البروغرام نحن بلشنا فيه، الفكره بلشت مش من زمان كثير. هو البروغرام بحد ذاته داتا ساينس وبيج داتا بلش شوي ينطلق بامريكا من شي سنتين تقريبا، وجد له حاجه. وثابت انا كنت بامريكا من شي سنه ونص تقريبا، التقيت بشخص وحكينا بالموضوع انه انا عندي بالشركه بنشتغل كل شيء له علاقه بالداتا اناليتكس والتريننج تبعه له، وحابين نعمل لونشينج لبروجرام بالداتا ساينس مثل ما عم بصير بامريكا. عملنا اول مسوده وجينا على لبنان، جيت التقيت برانيا عم بتقلي انه هن دي ار جوينج تو لونش البروجرام، عندهم السنتر، واذا قلت لي اذا بتحب تعمل شيء معنا، قلت لها انا عندي فكره براسي داتا ساينس اللي هي هلا مبلشه جديده برا وعليها كثير ديماند اللي بتخرجوا منها. فهيك شوي صدف جمعتنا ببعضنا وقلعنا فيه البروجرام وراح نبلشه هلا قريبا بفيرست اوف مارش ببلش. شو يعني داتا ساينس؟ هلا رح انا اكثر اعطيك قصص تكنيكال اكثر عن هالموضوع. هيدا داتا ساينس هي الفكره بلشت منه شيء مخترع من الصفر. اوكي، يعني انوجد من بعد ما شركات صارت تواجه مشاكل بديفرنت جوبز بقلب هالشركات. يعني كل مثلا شركه، بنك، مؤسسه، فاينانشال انستتيوشنز، كلهم سوا، شخص مسؤول عن الاي تي، شخص مسؤول عن داتا ستورج، شخص مسؤول عن اناليتكس، شخص مسؤول عن يتعاطى مع شركات الريسيرش. اجوا شافوا انه كلهم سوا هول اولاد العم واولاد الخالات هالشيء هذا، جمعوها ببعضها وسموها كلها سوا داتا ساينتست. يعني اليوم الداتا ساينس هي عباره عن مجموعه ديفرنت تاسكس موجودين بقلب شركه بقوم فيهم شخص واحد، لما يصير في كل واحد يحكي عن مواله ويفهم مع بعضهم وتصير قصص اسرع عن بعض. هي بس على الموضوع. وهي عباره عن مجموعه ديفرنت توبكس بقلب الداتا ساينس. هيك فيري بريفلي. نعم، الاي اس تي وين شايفه يعني الحاجه لهالنوع من البروجرامز؟ اليوم نحن بالجامعه عم بتلاقي في طلبات بتجي من الشركات لحتى نقدر دائما نحن نلبيها. يعني التلاميذ اليوم عم يدرسوا، المهم يلاقوا فرص عمل. اليوم كل فرص العمل عم تتوجه للداتا ساينس. يعني اليوم كل الشركات بهمها يكون في عندها بزنس اناليست، بهمها يكون في عندها عالم عم تقدر تاخذ قرارات بالطريقه الصحيحه. يعني الشركات اليوم عم تكبر، ما بقى فيهم ياخذوا قرارات مع كميه المعلومات الموجوده، مع فتحه السوشيال ميديا، مع كل هالاشياء اللي عم بتصير بالعالم، مفروض تقدر تاخذ القرار الصح لتقدر تكمل هالشركه بقلب السوق. يعني من هون مهم كنا نطور جيل جديد وتقنيات جديده نعلمهم عليها لحتى يقدروا يواكبوا العصر
وتضلنا ماشي. يعني مثلا بأمريكا اليوم في 200,000 بوست لداتا ساينتست، واكثر فريلانس جوب بير داي مسعر باوروبا اليوم للداتا ساينتست. عم نحكي ان اكسبرت داتا ساينتست، يعني بيوصل النهار للاكسبرت تبعهم لحد 1500 يورو بالنهار. وحتى هلا حتى بالخليج وميني بالامارات في هوجه هيك على البيج داتا وفي على كل العالم. واكثر جوب ريكويستد اليوم على لينكد ان، شوف مثلا اي اكثر جوب اليوم مطلوب هو تو بي داتا ساينتست. عندنا صور، جبتوا لنا صور معكم عن هلا جبنا صور، نحكي شوي صغيره عن البروجرام كيف مقسم. حابين نحكي شوي صغيره لحتى ولا هلا لو البروجرام قسمناه انشغل مع 3 اشخاص، اشتغلته انا شخصيا ومع شخص رح يكون معنا من امريكا من شركه ساس من نورث كارولينا، وشخص هولندي ويم كمان باكسبرت بالداتا ساينس والتعليم، وشخص رابع من ديل كمان فات معنا از كونسلتنت بس لعملنا البروجرام. البروجرام مثل ما شايفه مؤلف من 12 موديول، كل موديول ببلش من البيزكس وبصير يطلع شوي شوي كريشندو لخلص 12 موديول. الموديولات كلها سوا مؤلفة من الاناليتكس، بيزك اناليتكس، ادفانس اناليتكس، بعدين بفوت معه الكوتيل اي تي. يعني اليوم ما في يكون واحد ساينتست، زي يعني هي البارتير اناليتيك هو الستاتستيشن، البارتير اي تي هو الاي تي انجينير، مع بعضهم بيعملوا داتا ساينتست. مشان هيك الموديولات هي مزيج، بتبلش اول شيء اكثر شيء عن الاناليتكس، بتصير شوي شوي تفوت فيها الاي تي لحد ما اخر شيء تنتهي بالاي تي. مده هالورك شوب ومين المحاضرين كمان نرجع من فصل ونفصل كل هالموضوع بس بعد هالوقفه. اذا بالاي يو اس تي بروجرام جديد داتا ساينس وبيج داتا، معنا بالاستوديو السيده ريما جيم مديره السنتر فور ليرنينج اند ديفلوبمنت بالاي يو اس تي، ومعنا السيد وليد سمعان مسؤول عن هالبروجرام ومؤسس ومدير ماتريكس تي ار سي. اهلا وسهلا فيكم مره جديده. فاذا عم نحكي عن هالبروجرام عن الداتا ساينس يلي فاذا صارت حاجه بكل المؤسسات، ومشان هيك اليو اس تي عم تهتم بهالموضوع. بس مين فاذا يلي راح يقدر يكون عم ينتسبوا بأي يا طريقه، وقد ايه مده هالبروجرام يلي كل بروجرام مؤلف رح يكون كله على بعضه من 278 ساعه، 12 موديول يعطون ديفرنت اكسبيرتس، والاكسبيرتس اللي عم يعطوا هالموديولات اشخاص لهم علاقه دايركتلي، يعني اصحاب مصلحه بال، يعني ما عملنا البروفايل للاساتذه القديم بالجامعه او ما بيعطوا بس كورسز، كل شخص عم بيعطي الكورس تبعه عنده شركه فيها. اوكي هلا الموديولات مقسمه ب 12، في واحد ينتسب بكل البروجرام ليصير داتا ساينتست، او في يعمل ديفرنت ليفلز منه. اذا بيعمل اول قسم منه بياخذ الشهاده بالداتا اناليسس، اذا بيكبر اكثر شوي صغيره بصير داتا ماينر، داتا مايننج، واذا كمل كل البروجرام مع البيج داتا بصير داتا ساينتست. واكيد عنده اكزامز، اونلاين اكزامز وبروجكتس ليصير. اذا البروجرام كله سوا قد ايه بكون؟ ببلش 1st of March وبينتهي قبل كريسمس بشوي صغيره، وفي شهر فرصه باوغست. وبيقول احنا عطى كمان كل نهار ثلاثه، كل نهار خميس من الأربعة لثمان ونص، وبين موديول وموديول في جمعة بريك لنخلي الأشخاص يلي عم يشتركوا يكونوا هيك مرتاحين بين شغلهم ويقدروا يتابعوا المزبوط البروجرام. بلس مفتوح كمان للشركات إذا بيبعتوا أشخاص يحضروا بس كورسز معينين. يعني هو منه ملتزمين بالإكزامز ليصيروا سيرتيفايد داتا ساينتست. فالشركة فيها تاخذ ديفرنت باكجز للموظفين، يكونوا بس عم يحسنوا أداء في مين مكان 100%. يمكن تيجي الشركة تقول لك أنا مسبهمني على الفوركاستينج موديول، تبعت ناس على الفوركاستينج، يعني كونفرنس عم نحضرها كونفرنسز. بس في شغلة كثير منيحة عندنا كمان، إنه إذا واحد حضر الموديولات معينة واهتم بالموضوع كثير وحب يعمل أبجريد، في يرجع ينتسب بغير كورسز ويعمل فيهم إكزام لياخذ شهادة الداتا ساينتست. فمينا شوي صغيرة فلكسبل للشركات والإنديفيدجوال. قد إيه أهمية هالبروجرام لتلاميذ الـ AUST؟ اليوم تلاميذ الـ AUST مثلهم يعني عندهم هالأفانتاج إنه قبل غيرون عم بيعرفوا بالأشياء وعم بيقدروا ينتسبوا ويستفيدوا من هالكورسات. اليوم حتى بقلب الجامعة بلشنا عم نعطيهم introductory courses بالداتا ساينس، عنا بكذا فاكولتي كمان موجودة عم بيقدروا ياخدوا كورسات يبلشوا يفوتوا فيها بالموضوع، وعندهم الفاسيليتي أكيد أكتر من غيرون يقدروا يستفيدوا بما أنه هن تلاميذنا هن والألومناي.
المخرجين قبل من عنا يقدروا يستفيدوا من هالبروجرام كمان بوقت يضلوا عم يقدروا يشتغلوا ويضلوا كمان يعني بنفس الوقت يعني الجيل الجديد بالجامعات عم بيكون واعي على أهمية الموضوع. بس فتحوا الكورس بالجامعة قبل من بقلعوا بالسي ال دي بأقل من 48 ساعة فول الصف هيك يعني، بس عرفوا انه بلش وضايره تعب. انا اهتميت. يلا اهلا وسهلا. بعدين في شيء مهم نحب نقول لك اياه، انه نحن بس فتحنا هالبرنامج بقلب الجامعه اليوم صار في عندنا شركات، صار عندنا 7 وظائف مأمنين لعالم بدها تتخرج من البرنامج بعد ما بلشنا. يعني ببلش بواحد مارس، بواحد أدار رح نبلش نحن، اللي رح يتخرج من هالبروجرام بديسمبر عندنا 7 وظائف صاروا مأمنين. سريعا لكن الانتساب كيف بيصير؟ عبر الاي اس تي يعني على ال نعم على ال 218 716، بتلفنوا على الجامعه يا بفوتوا على الويب سايت 218 716. حطينا الارقام على الهواء، يا سر ام على بيقطع على الهواء، يا بيقدروا كمان يفوتوا على الويب سايت على aust.edu.lb، أو حتى إذا بفوتوا على صفحتنا على الفيسبوك للCenter for Learning and Development كمان بياخدوا تفاصيل أكثر عن هيدا البرنامج وعن غير برامج نحن عم نقدمها. شكرا لكم، أهلا وسهلا. مرسي. يا هلا، وقفة ونرجع منتبع احنا وياكم مشاهدينا، خليكم معنا.